ثالثا التناسب العكسي، هناك حل واجب صفحة 72. حاول أن تحل صفحة 72. على ماذا تنص المسألة؟ طبعا لاحظ في الصورة هناك صنبور ماء، طبعا الصنبور غير موصول، ما في غير صورة بس للصنبور. طيب، تملأ حنفيتان متماثلتان، حنفيتان متماثلتان، طبعا المقصود بكلمة متماثلتان بنفس القطر. فمو انا مثلا عندي حنفيتان، وحده مثلا بتعبي جالون بالساعه وحده ما بتعبي لتر بالساعه، تمام؟ فبده يكون الحنفيتان متماثلتان من حيث العمل. تملأ حنفيتان متماثلتان حوضا من الماء في 30 ساعه. حنفيتان متماثلتان تملأان حوضا من الماء في 30 ساعة. كم ساعة يلزم خمس حنفيات مماثلة للحنفيتين السابقتين لملء هذا الحوض، أو طبعا نفس الحوض؟ إذا عندي حنفيتان بنفس الاستطاعة أو القدرة تملأان حوض من الماء في 30 ساعة. إذا سويت العدد خمسة، إذا سويت عدد الصنابير أو الحنفيات خمسة، كم أحتاج من الوقت لملء نفس الحوض؟ هل يا ترى سيزداد الوقت أم سينقص؟ ما رأيك يا كامل؟ شو رأيك يا كامل؟ سينقص. إذن سينقص الزمن، سينقص الزمن بزيادة عدد الحنفيات، سينقص الزمن بزيادة عدد الحنفيات. إذن إذا كان عندي أنا مثلا حنفيتين في 30 ساعة، فخمس حنفيات لازم بعشر ساعات أو بخمستعشر ساعة، يعني أقل من 30 ساعة. هل هذا التناسب يا كامل هو تناسب طردي أم عكسي؟ أنسى عكسي. عكسي، نعم. إذا كل ما زدنا عدد الحنفيات أو عدد الصنابير، كل ما زدنا عدد الحنفيات ينقص الزمن، ينقص الزمن. إذا زدنا حنفيتين نقص الزمن، حطينا أربعة صار أنقص الزمن، صار عندنا الوقت أقل، حطينا خمسة صار الوقت أقل أيضا. إذا هنا التناسب عكسي. نعم، أحسنت يا كامل، بارك الله بك. إذا نلاحظ أنه كلما ازداد عدد الحنفيات ينقص الوقت المستغرق لملء الحوض. إذا عدد الحنفيات يتناسب عكسا مع الزمن، طبعا بالشرط كما ذكر في المسألة أن تكون الحنفيات متماثلة. يعني أنا ما بأخذ حنفية استطاعت والله قليلة بتعبي جالون بالساعة، وبأخذ برجع حنفية بتعبي جالون بخمس دقائق أو بعشر دقائق، لا، أنا ما بأخذ على هذا المقياس. تكون الحنفيات كلها بنفس يعني القدرة على العمل، متماثلة، تمام؟ إذا نلاحظ أنه كلما ازداد عدد الحنفيات ينقص الوقت المستغرق لملء الحوض. إذا عدد الحنفيات يتناسب عكسا مع الزمن. بس حصلنا على فكرة المسألة إنه هي تناسب طردي أو تناسب عكسي، صار الأمر واضح جدا، وبقدر بقى نحل بكل بساطة. إذا نفترض أن إكس، نعم أنسي، أنا الصوت عم يقطش. هل كامل إكمال كامل؟ نعم. تقدر تكمل الحال؟ نعم أنسي. نعم، تفضل. بنكتب 2 على 1 على 30 تساوي 5 على 1 على x. بنضرب البعيد في البعيد والقريب في القريب، بصير عندنا 2 ضرب 30 وتساوي 5 ضرب x. 2 ضرب 30 60 تساوي 5x. بنقسم على 5 بيطلع x تساوي 12 ساعة. نعم، أحسنت يا كامل. طيب، نحن ضمن حاول أن أو تعلم، ضمن التعلم قالوا لي مثلا لما ذكروا x على او على 1 على x، واحنا نحن بدل ما نقول a على 1 على x فورم نكتب a bx. يعني ليش حتى ناخذ خطوه زياده؟ ليش ناخذ خطوه زياده؟ يعني نحن ناخذ شيء ثاني. تمام، نبدا مثل ما ذكر احمد، بنقول خمس حنفيات مضروبه بعدد الساعات مباشره 5x يساوي حنفيتين ضرب 30 ساعة مباشرة. أصلاً أنا بدي أوصل لهي النتيجة بعد ما أكون بدأت بأنه التناسب العكسي 1 على X أو كذا،
فأنا بدي أرجع مثل ما ذكر كامل بعيدين بسط قريبين مقام بيوصل لنفس النتيجة. فأنا بالبداية ضمن القانون اللي عطوني إياه بالكتاب القانون واضح وسهل، يعني ما بده أنه أرجع عيد الحكي. خلاص بقول خمس حنفيات مضروبة بالزمن 5x يساوي 2 يعني حنفيتين ضرب 30 ساعة. بكل بساطة هي معادلة بسيطة من الدرجة الأولى. إذا بقول 5x يساوي 60 وقسم طرفي المعادلة عدد 5 فبيكون عندي x يساوي 60 تقسيم 5 ويساوي 12 ساعة. إذا الوقت اللازم لملء الخزان هو 12 ساعة، أو لملء الحوض الوقت اللازم لملء الحوض هو 12 ساعة. بكل بساطة إذا أهم شيء أنه أعرف فكرة المسألة هل هي تناسب طردي أم تناسب عكسي. طبعا إلى هنا يكون قد انتهى درسنا اليوم، أرجو أن تكونوا قد استفدتم. دمتم بخير وصحة وعافية.